اهلا البنات، لاباس عليكم؟ هانيه، كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم عطيني جيتكم فيديو جديد. صراحه هذا الفيديو عطيني زوين بزاف، باينه غيعجبكم. ويلا ولكن باينه 100%. ويلا عجبكم، ما تنسونيش بلي لايك ديالكم ولي كومونتير الزوينين. هذا الفيديو ديال الاسبوع ديال ولد خويا وائل، سمينا وائل، الله يكبروا في عز والديه ان شاء الله ويصلحوا يا ربي ويحفظوا لينا. ممكن تنيو يعجبكم الفيديو. هذا الفيديو فيه جميع كاع داكشي اللي درنا كامل بالتفاصيل، ما كاين لا زواق لا حتى حاجه، كلشي صورته لكم. داكشي داك النهار ديال الاسبوع ونهار قبل الاسبوع هكا اش درنا اش وجدنا. المهم هادو هي مات قبل الاسبوع هكا، راكم عارفين حيت كيجيو الناس عند النفيسه كيدوزو عندها هكا، وكنوجدو داكشي فوق الطبله مثلا بلاطو فيه العكوره فيه الريحه دهنا. هادي اللي كاينه في هاد الزلافه كنسميوها انا ما عارفش بالعربيه، المهم لازم تما كوني يسخردن، المهم تما قولوها ليا بالعربيه، اللي كتعرفها بالعربيه تقولها في الكومونتيرات. المهم يسخردن، وهاد سميتو هذاك اللي كاين عاوتاني في ديك الزعفران اللي كنديرو، والروايح كلشي كاين، المهم كلشي موجود الحمد لله. ايوا والزميطه حتى انت وداكشي كلشي هو هذاك انتيك. ايوا المهم هاد اليومات كيجيو الناس هكا باش يدوزو عند النفيسة ويدوزو عندنا ويطلبو منا فلوس وكذا. ايوا المهم والعائلة مجموعة لالا وداكشي. ايوا هادشي اللي كاين حيت درنا الأسبوع هكا قبل زعما ما يجي النهار ديالو بالضبط، حيت صراحة جا رمضان هكا دغيا رمضان ديال الأسبوع، حيت راكم عارفين رمضان كلشي كيمشي صغيرو كيكون صراحة صعيب شي موسم ديال رمضان. كنشوف درناه قبل زعما قبل ما يجي رمضان هكا، نهار الجمعة إيوا كلشي داز هو هداك والعائلة تجمعات إيوا الحمد لله. المهم البنات كلشي واضح في الفيديو، كلشي باين، صورت لكم كلشي، كلشي اللحظات صورتهم لكم. ايوا هنا في هذه اللحظه البنات كيقطعوا القزبر والمعدنوس، كيقادوا ديك التشرموله ديال الدجاج اللي كنقادوا، حيت هذا نهار قبل الاسبوع. المهم العائله مجموعه وكل واحد كيقاد شي حاجه، وهنا البنات تبارك الله عليهم كيقادوا سميتو التشرموله. ايوا المهم حنا غاديين واش عاوتاني كاين اللي نصب كاين اللي كل واحد اش كيدير، كل واحد اش كيدير. البنات صراحه اجواء كيكونوا واعرين. ايه المهم عاد عطيني الطنجرة ديالنا اللي نسميها ما كاين غير العائلة زعما مختارش. البنات ديك العشيه مشينا حتى جبنا كاع الماعن اللي غيخصونا هكا في الشركه، اللي هي كاين البنات اللي ما غيفهموش، حيت حنا في اي قصر هكا كينوضو كيدير واحد، كل واحد كيساهم بشي حاجه ياك، كيشريو كاع الماعن اللي غيحتاجو كاع في اي مناسبه وصافي، باش حيت توصل اي واحد عنده شي مناسبه كيمشي كيهز كاع الماعن اللي غيحتاج، باش ما يمشيش زعما يطلبهم زعما عند الناس، فهمتوا؟ المهم مشينا حتى جبنا كاع داكشي اللي غيخصنا كامل. وهذا الصباح مهم فقنا وبقينا كنوجدوا، حيت هذا النهار ديال الاسبوع زعما جمعت الصالون قادينا كلشي هكا كنوجدوا، حيت غيجيو عندنا الناس في العشيه. ايوا هادشي اللي كاين. Thank you.
من بعد ما داز اسبوع بخير على خير داك داز داكشي زوين واعر صراحه شبهنا النشاط. المهم صورت لكم داكشي علاش قديت، المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو واخا صراحه صورت مهم حيت داكشي علاش قديت هكا حيت ما كنبغيش نصور الناس هكا، كاين اللي ما كيبغيوش يبانوا داكشي علاش ايوا كنحاول نصور هكا وما نبين حتى واحد وما هادشي اللي كاين. وهاد النهار عاوتاني هذا النهار الحد اللي نيت الاصل ديال نهار الاسبوع، كان اول نهار في رمضان داكشي علاش. المهم بقينا حتى الليل وقدينا هكا البيت هكا وقدينا داكشي. ومهم كل وحده فينا البنات حيت دابا باقيه غير حنا البنات صافي كلشي مشى، راكم عارفين رمضان كلشي كيمشي كيرجع لدارو. بقينا غير حنا البنات قدينا هكا داكشي وكل وحده لبست القفيطه اللي بغات. ايوا بقينا درنا شي تصاور زوينين هكا ديال يبقاو ذكرى وذكرى زوينه هكا. مهم داكشي علاش صافي وهذا الشيء اللي كاين ودوزنا ليله زوينه. المهم هذا الشيء اللي كاين البنات، كنتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساوناش باللايك ديالكم والكومونتيرات الزوينين، واللي ما فعلش في القناه يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. Yeah.
Après, après.